أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج حوار الأسبوع، والذي سوف نتحدث فيه عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي تم تأسيسه في العام 2011 برأس مال يصل إلى حدود 10 مليارات دولار، وكان الهدف الأساسي هو جلب الاستثمارات الدولية إلى روسيا، إضافة إلى إقامة الكثير من الشراكات والاتفاقات حول العالم في الكثير من المجالات، أهمها مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، وكذلك البنى التحتية، وأيضا القطاع الطبي وغيرها. يسرنا في هذا الصدد أن نستضيف معنا من موسكو السيد كيريل ديمتريف، وهو الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي. سيد كيريل، أهلا بك معنا في برنامج حوار الأسبوع. سيد كيريل، أهلا بك. لنبدأ مع الاستثمارات الأهم حاليا التي يجريها صندوق الاستثمار المباشر الروسي فيما يتعلق بقطاع الأدوية وأيضا القطاع الصيدلاني. ما هي أهم التطورات؟ نسمع كثيرا أن لديكم استثمارات بعملية الإطلاق الكثير من أجهزة فحص فيروس كورونا، إضافة إلى توصلكم أيضا إلى أدوية لمعالجة هذا الفيروس. Yes, so because of our great partnerships with the top sovereign wealth funds. بسبب شراكتنا العظيمة مع الصناديق السيادية الكبرى في العالم، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تمكنا من التركيز على ثلاثة مجالات أساسية لمحاربة الفيروس. أولا الاختبار، وطورنا واحدا من أهم أنظمة الاختبارات في العالم، وكذلك الأدوية المضادة للفيروس التي يمكن الناس أخذها في البداية لمحاربة الفيروس. والأمر الثالث هو اللقاحات. نحن نؤمن أننا حققنا القيادة في هذه المجالات الثلاثة. في الاختبارات استثمرنا في اختبار دقيق جدا، ويمكن أن يعطي النتائج خلال 30 دقيقة، وهو مستعمل على نطاق واسع في روسيا، وبعنا أكثر من 10 ملايين من هذا الاختبار خارج روسيا، وحاليا هو يستعمل لاستقبال الزوار في عدد من الدول الذين جاءوا إلى روسيا لحضور الاحتفال هذا الأسبوع، وهو حل مناسب للمطارات لأنه يستطيع أن يحدد خلال 30 دقيقة ما إذا كان الشخص المختبر يحمل الفيروس أم لا، ويستطيع إعطاء نتائج سريعة. يمكن استعمال الاختبار هذا في المطارات والمنشآت المختلفة للحصول على نتائج سريعة. النقطة الثانية تتعلق بالمستحضرات الصيدلانية. استثمرنا في دواء ياباني أصلي كان قد طور في اليابان، لكننا أدخلنا عليه تعديلات طفيفة، وهذا أصبح أول نسخة مسجلة من الدواء في روسيا وفي العالم، وهو دواء مضاد للفيروسات ينجح في هزيمة الفيروس وإيقاف تضاعفه. حاليا هناك دواءان مسجلان ضد فيروس كورونا في العالم، ريمديسفير في أمريكا وأفي فافير دواؤنا. بالنسبة للقاح، اللقاح هو الحل النهائي، وهناك أكثر من 100 لقاح في العالم، وهناك عدد منها ستكون أول ما يطرح في السوق، منها اللقاح الروسي الذي نستثمر فيه، وربما لقاح أوكسفورد الذي تستثمر فيه أسترازينيكا. وأنا من أوائل الروس الذين لقحوا بهذا اللقاح، وسنكون قادرين على تقديم اللقاح إلى روسيا والدول الأخرى في سبتمبر أيلول المقبل. يعني وباعتبار أنكم فعلا أنتم تتجهون بالاستثمارات وبقوة في هذا المجال، برأيك هل هذه النوعية من الاختبارات والأدوية واللقاحات سوف تقصر أمد ربما عملية الإجراءات المتشددة للتحوط من قبل كورونا؟ يعني برأيك سيد ديمتريف، هل نحن أمام توسع أكثر بانفتاح الاقتصادات العالمية بسبب وجود هذه النوعية من الأجهزة، وأيضا بالنسبة للأدوية واللقاحات، وبالنسبة للشراكة مع المملكة العربية السعودية، ما هي نوعية الشراكة فيما يتعلق بنوعية هذه الأجهزة وحتى الأدوية التي تتشاركون سويا بالاستثمارات بها؟ Yes,
نحن نؤمن أن استعادة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده هذه مهمة أساسية، والاختبارات والأدوية واللقاحات أمر أساسي لفعل ذلك، لأننا نؤمن أننا سنكون أمام موجات من الفيروس. ستعود هناك موجة كبيرة تأتي حاليا في أمريكا، وستكون هناك موجة جديدة في أوروبا وأماكن أخرى، وبالتالي من خلال الجمع بين الاختبارات والأدوية واللقاحات المستقبلية سنكون قادرين على حل مشاكل الفيروس بالكامل. نحن نسعى للعمل مع السعودية. السعودية تستعمل بعض اختباراتنا، وقدمنا أيضاً أدويتنا إلى وزارة الصحة في السعودية، ونعمل على خطة لتطوير منشأة للقاحات في السعودية، ويمكن للسعودية أن تكون لديها منشأة للقاحات وأن نوفر اللقاحات في الشرق الأوسط. نعمل على هذه المجالات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وأيضاً نستثمر في التكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية ومجالات عديدة فيها قدر كبير من التعاون، لأنه بسبب جهود العاهل السعودي وولي العهد السعودي فإن العلاقات بين روسيا والسعودية باتت أقوى، وباتت أقوى في مجال الطاقة والاستثمارات ومجالات أخرى، ونحن فخورون بأننا نستطيع تطوير هذه العلاقات. لنتحدث حاليا بشكل عام عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي. لديكم المئات من الاتفاقيات حول العالم، وأيضا أنتم مهتمون بجلب الاستثمارات الأجنبية إلى روسيا. منذ تأسيس هذا الصندوق سيد ديمتريف، كم حجم الاستثمارات التي جلبتموها إلى روسيا، وما هي أهم القطاعات التي تم الاستثمار بها؟ So we brought in more than $40 billion. نحن استقطبنا أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات أو الالتزام بالاستثمار في روسيا. أكثر من 25 مليارا منها قد استثمرت فعليا في قطاعات مثل البتروكيماويات واللوجستيات والتكنولوجيا والزراعة. وهذه استثمارات هامة جدا، لأنها تمكننا من أن نصبح شركاء مع الصناديق السيادية في العالم، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي. والمستقبل هو مستقبل شراكة في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمجالات الأخرى. العديد من المشاريع التي ننفذها مع الصناديق القيادية، أكثر من 30 قمنا بها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبرأينا هو واحد من أكثر الشركاء الموثوقين والمستثمرين والمبتكرين في العالم، ونحن فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي. أيضا سيد ديمتريف، أيضا لنتحدث عن كونكم أول أيضا جهة استثمارية روسية يكون لها مكتب تمثيلي في المملكة العربية السعودية، ولديكم بعض الاتفاقيات مع شركة أرامكو السعودية. ما هي نوعية هذه الاتفاقيات؟ وسوف نتحدث أيضا فيما يتعلق بمجالات التوسع في هذا الاتفاق. يعني هل الاتفاقيات هي بين البلدين في مجال أيضا مجال الطاقة؟ So we believe we have a strategic partnership between Russia. نحن نؤمن أننا أبرمنا شراكة استراتيجية بين روسيا والسعودية، والطاقة مجال مهم لأن نبدأ فيه، لأنه كانت هناك اضطرابات كثيرة في أسواق النفط، ولكن بسبب جهود السعودية وروسيا وعدد أخرى من دول أوبك تمكننا من إحداث الاستقرار في أسواق النفط، وكان هناك اتفاق جيد للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهذا أمر جعل العالم بأكمله يستفيد من ثمار التعاون الروسي السعودي، ونحن فخورون بالاستثمار في السعودية. لدينا مكتب في الرياض، ولدينا عدة مشاريع مع شركة أرامكو، ونريد الاستثمار في تصنيع اللقاحات، منشأة لتصنيع اللقاحات في السعودية. رأينا تحولا كبيرا حصل في السعودية تحت قيادة العاهل السعودي وولي العهد، ونحن ومستثمرون آخرون نريد الاستثمار في السعودية، ولا سيما الاستثمار في مشاريع التكنولوجيا، ونحن نستطيع العمل على محرك بحث وعلى مشاريع أخرى تكنولوجية مبتكرة.
وطالما أننا ذكرنا موضوع النفط وعملية التمديد خفض الإنتاج ما بين في مجموعة أوبيك بلس، هذا الاتفاق أيضا تحديدا فيما يتعلق بعملية التخفيف من حدة الإمدادات، كم برأيك الاستقرار سوف يعود لأسعار النفط؟ هل برأيك من الممكن أن نشهد تمديد إضافي برأيك سيد ديمتريف ربما لخفض الإنتاج بعد أن تنتهي هذه الاتفاقية المطبقة حاليا؟ أولا أعتقد أنه اتفاق عظيم وهو إنجاز مهم لروسيا والسعودية، وأمريكا كان لها دور إيجابي في هذا الاتفاق والرئيس ترامب أسهم فيه. هذا اتفاق طويل الأجل، هو اتفاق لعامين يساعد على إحداث الاستقرار في أسواق النفط خلال واحدة من أصعب الصدمات التي أصابت السوق في التاريخ. رأينا تحسنا جيدا في أسعار النفط، ونحن بحاجة إلى أن يعود الطلب من الاقتصاد العالمي على النفط. هناك دول متعددة تبذل جهودا لفتح اقتصادها، وبرأينا الطلب يتزايد. إذن قادتنا ووزراء النفط لدينا هم من سيحددون تفاصيل الاتفاق، لكن بالتأكيد هذا الاتفاق أحدث الاستقرار في السوق وكان له أثر إيجابي على الاقتصاد. ومن الجيد أن هذه الاتفاقات ليست اتفاقات قصيرة الأجل بل هي اتفاقات طويلة الأجل، وهذا يساعد في التنبؤ بشكل أفضل في السوق ويحدث الاستقرار فيها. إذن ولكن لنتحدث أيضا عن تأثيرات كورونا، يعني كما ترى أن التأثيرات كانت غالبة على كل دول العالم، أيضا الاقتصاد الروسي ستكون له معاناة من هذا الفيروس بسبب أيضا التراجع في أسعار النفط. برأيك ما هو الوضع الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الروسية لعملية إعادة مستويات النمو من جديد بالنسبة للاقتصاد؟ نحن نؤمن أن فيروس كورونا تسبب بصدمة للاقتصاد العالمي. التوقعات هي أن يتراجع الاقتصاد العالمي بحدود 7% هذا العام. نتوقع الاقتصاد الروسي أن يتراجع بنسبة أقل، ربما تبلغ 4 أو 5%. والحكومة بذلت جهدا كبيرا وأطلقت برنامجا تحفيزيا لتوفير الدعم للشعب، والرئيس وافق على تقديم الدفعات للعائلات والأسر ذات الأطفال ومختلف قطاعات الاقتصاد. ونحن نفتح اقتصادنا بالتدريج، لكننا نريد ضمان أن يتم هذا الأمر بطريقة حذرة. لدينا جهود كبيرة في مجال الاختبار، نحن نختبر أكثر من الدول الأخرى، ونؤمن أن التعافي التدريجي للاقتصاد وبطريقة متدرجة هذا الأمر سيتحقق عبر الاختبارات وعبر استعمال العلاجات واستعمال لقاح اعتبارا من سبتمبر أيلول. هذا الأمر سيعيد الاقتصاد الروسي إلى سابق عهده، ونتوقع للنمو أن يكون ب4 إلى 5% العام المقبل بعد التراجع المؤسف بسبب تأثير فيروس كورونا هذا العام. وسوف نذهب إلى فاصل قصير جدا ونعود للحديث معك سيد ديمتريف، ابقوا معنا مشاهدينا. إذن نعود مشاهدينا لاستئناف هذا الحوار مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل ديمتريف. أهلا بك سيد ديمتريف من جديد. لنعود إلى موضوع عملية فتح الاقتصادات وأيضا هذه المناقشات والحوارات التي شاهدناها فيما يتعلق باستخدام اللقاحات والأدوية والأجهزة الأكثر نجاحا لمحاربة فيروس كورونا. هل تتوقعون أنه سيكون أيضا نوع من التنافس بين الكثير من الدول فيما يتعلق بهذه السوق، يعني سوق الدواء واللقاح لمحاربة كورونا؟ فيما يتعلق بالدواء، هناك دواءان مضادان للفيروس فقط في العالم، هناك ريمديسفير في أمريكا
وآفي فافير المستند إلى الدواء الياباني هما الدوائان الرائدان، والدول الأخرى سوف تصنع نسخا جنيسة من أفيغان، هو دواء ياباني سوف يحقق نتائج جيدة. إذن هناك نتائج جيدة من بعض الدول المنتجة لمختلف الأدوية، وفيما يتعلق باللقاحات هناك منافسة كبيرة، أكثر من 100 لقاح قيد التحضير حاليا، والصين طورت ربما لقاحا جيدا، وموديرنا في أمريكا تبلي بلاء حسنا، لكننا ما زلنا نؤمن أن اللقاح الروسي واللقاح من جامعة أوكسفورد الذي تعمل عليه أسترازينيكا ستكون أوائل اللقاحات التي ستحظى بالموافقة، نتوقع أن يوافق عليها في سبتمبر أيلول، وسنبدأ بتلقيح الشعب الروسي في سبتمبر أيلول. أنا تلقيت اللقاح الروسي وأنا أشعر بشيء بأنني في وضع جيد ومناعتي جيدة، من الجيد إعطاء هذا اللقاح في وقت مبكر، ونتوقع اعتبارا من سبتمبر أيلول أمتأ روسيا بتلقيح شعبها، وسنطرح هذا اللقاح وسنتشاركه مع العالم. نعم. طيب سيد ديمتريف، لنتحدث حاليا عن توجهات الاقتصاد الروسي ما بعد كورونا، برأيك كم تغير أو كم تتغير هيكلية هذا الاقتصاد، خصوصا فيما يتعلق بالتغيرات التي حصلت على أسعار النفط؟ هل برأيك سنشهد نوع من التطور لزيادة الاستثمار بالاتجاه التكنولوجي، لأن كورونا فرضت أيضا واقع تكنولوجي لا يبدو أننا سوف نستطيع الاستغناء عنه؟ يعني هل حاليا الاستثمارات سوف تذهب في هذا المجال أكثر؟ ماذا أيضا عن وضع البنى التحتية، الأقاليم والاستثمارات في الأقاليم الروسية بشكل عام؟ Yes, definitely, you are totally right. بالتأكيد أنت على حق تماما، الحكومة الروسية ورئيسنا يتفهمون تماما أن فيروس كورونا أتاح الكثير من الفرص في مجال التكنولوجيا. رئيسنا أعلن مؤخرا عن تخفيض الضرائب على شركات التكنولوجيا، ضريبة الربح ستخفض إلى 3%، وأيضا سوف يكون هناك تخفيض في الضرائب على التوظيف. هذه تطورات مهمة، ونأمن أن المبرمجين الروس وهم من الأفضل في العالم سينتجون الكثير من البرامج المهمة في مجال التكنولوجيا. التكنولوجيا مجال واعد جدا، وروسيا سوف تستثمر في تصنيع الأدوية المستندة إلى العلوم الوراثية، وهذا إلى جانب الذكاء الاصطناعي هي من المجالات الواعدة، ونحن منفتحون على الشراكة مع السعودية في هذه المجالات. والسعودية تستثمر أيضا في التكنولوجيا، وبالتأكيد الاستثمار في التكنولوجيا هو الطريق إلى المستقبل. وفيروس كورونا أظهر لنا موضوع التعلم عن بعد وتقديم الرعاية الصحية عن بعد، وأدوات التواصل عن بعد هي أدوات ضرورية والناس اعتادوا عليها. هناك تطورات كبيرة ومهمة في مجال التكنولوجيا. طبعا هذا يأخذنا إلى موضوع أيضا الاستثمارات مع الصين، يعني وهي أيضا شريك لكم في الكثير من المجالات. هل أيضا يعني تفكرون بعملية التوسع فيما يتعلق بالاستثمارات ما بين الصين وروسيا من خلال صندوق الاستثمار الروسي المباشر؟ So definitely yes, we have a partnership with China. الإجابة بالتأكيد هي نعم، لدينا شراكة مع الصين. هناك صندوق الاستثمار الروسي الصيني، وهو مشروع تعاوني بيننا وبين الصندوق السيادي الصيني، ولدينا 30 استثمارا في قطاعات مختلفة، وبالتأكيد نشعر أن الصين هي شريك جيد لنا، وبالتأكيد هناك فرص متاحة للاستثمار في التكنولوجيا وعدد من القطاعات الأخرى مع الصين. أحد الأمثلة على الاستثمارات هو ما قمنا به من مشروع مشترك مع علي بابا، وهو منصة علي بابا روسيا، وهناك مستثمرون روس منهم نحن. لدينا أيضا نظام مشترك مع علي بابا يسمى علي باي، وهذا استثمار مهم مع الصين، وسنستثمر مع
السعودية ومع دول أخرى، نؤمن أن التعاون بين الصناديق الاستثمارية هو جهد استراتيجي مهم لضمان أن تتعاون دولنا وأن تكون العلاقات بينها جيدة. ولكن أيضا سيد ديمتريف، لنتحدث عن موضوع العقوبات المفروضة على روسيا، يعني حتى هذه العقوبات أبعدتها كثيرا عن ربما الإمكانية من عملية الوصول إلى أدوات الدين الدولية الاستدانة من الخارج. بالنسبة للتعاملات الأجنبية، لاحظنا أن حجم الاستثمارات الأجنبية أيضا تراجع بشكل واضح بمجرد تطبيق هذه العقوبات. كيف يتم التعامل ربما بالنسبة للاقتصاد الروسي؟ يعني كيف كان وضع الإجراءات المرنة التي شهدناها بعد تطبيق هذه العقوبات؟ هل هناك توجه أكثر ربما للتعامل بالعملات المحلية ما بين روسيا وبقية الدول أيضا الصديقة؟ العقوبات لم تنجح. إذا نظرت إلى روسيا، نعم كان هناك تأثير، لكن معظم التأثير كان في الاقتصاد كان ناتجا عن تراجع أسعار النفط. 85% من التأثير السلبي كان من تراجع أسعار النفط، و 15% من العقوبات. والاقتصاد الروسي تأقلم مع العقوبات. العام الماضي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت ب 70%، وهي ساعدت القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى على النمو. العقوبات ليست أداة جيدة ولم تؤدي إلى أي تغيير في السياسة الروسية، وبصراحة العقوبات غير ناجحة. ونحن نؤمن في وقت فيروس كورونا من المهم أن تفهم الدول أننا بحاجة إلى التعاون بشكل أفضل. روسيا والسعودية، التعاون بينهما مثال على أهمية التعاون. كانت لدينا اختلافات في الآراء، لكننا بنينا شراكة، وهي شراكة عظيمة لروسيا و للسعودية ولسوق الطاقة وللعالم. هذا هو طريق المستقبل. المستقبل هو للتعاون وليس للعقوبات. أيضا ما هي الفرص التي تجدونها حاليا في الشرق الأوسط؟ يعني هل تفكرون بتوسيع مجال أعمالكم واستثماراتكم في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط؟ كيف ترون أيضا تطور الاقتصاد في هذه المنطقة؟ ما هي أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها في مجمل هذه المنطقة؟ So we see that Middle East has predominantly young population. برأينا الشرق الأوسط فيه نسبة كبيرة من الشباب ولديه إمكانيات هائلة للتطور في مجال التكنولوجيا والقطاعات الأخرى، وكذلك سوق الرعاية الصحية هي سوق ملفتة وستحقق نموا كبيرا. ونؤمن أن السعودية تشهد تحولا في اقتصادها، والسعودية بالتأكيد هي واحد من شركائنا الأساسيين في الشرق الأوسط. لدينا علاقة مهمة مع صندوق مبادلة للاستثمار في الإمارات، وقمنا باستثمارات كثيرة في عدد من المجالات، ويسعدنا العمل مع مبادلة في مجال التكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية ومجالات أخرى. نحن نؤمن أن قطاع التكنولوجيا مثير للاهتمام في الشرق الأوسط، ونحن نتعاون في مجالات أخرى ليس فقط في مجال اختبارات لفيروس كورونا، وإنما من الجيد أيضا أن نبني محركا للبحث للشرق الأوسط. وروسيا لديها شركة ياندكس، وهي واحدة من أفضل شركات البحث عبر الإنترنت، وهناك مشاريع كبيرة للتعاون بين روسيا ودول الشرق الأوسط. ايضا على مدار ربما المرحله القادمه، كم من الممكن ان تتطور الاستثمارات؟ يعني كم تضعون من رقم او حجم استثمارات قد يكون في جعبه صندوق الاستثمار المباشر الروسي؟ Yes, so we already invested more than 25 billion. نحن استثمرنا أكثر من 25 مليار دولار في شركات روسية، ونتوقع استثمار عدة مليارات من الدولارات إضافية هذا العام. من المهم أننا نولد عوائد جيدة للصندوق وللشركاء، العوائد برقم من خانتين. ونحن نؤمن أن الاستثمارات الحكيمة تعني تحقيق عوائد جيدة. إذن من الجيد أننا نحقق عوائد جيدة مع صندوق الاستثمارات العامة وصندوق مبادلة الإماراتي والصندوق الكويتي والصناديق الأخرى.
وأشكرك سيد كيريل ديمتريف، وأنت الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، شكرا على وجودك معنا. إذن ومشاهدينا نختتم هذه الحلقة من برنامج حوار الأسبوع، والذي كان حول صندوق الاستثمار المباشر الروسي. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.